كيف نحقق التوحيد؟ ومن رو ه سجن رن بر ان لا دوي د سين لان سين يان. تحقيق التوحيد اي تنقيح التوحيد، تصفيه التوحيد من كل ما يشوب هذا التوحيد، سواء كان من شرك او بدع او معاصي. 实践 认拜安拉的独一的信仰，需要从各个方面来实践， 还需要脱离所有举拜安拉的行为。 تحقيق التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد. 实践认拜安拉独一的信仰，需要从口舌身心去实践。 نحقق التوحيد بالاقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 实践认拜安拉独一的信仰，需要我们追随众先知和众使者。 الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم. 需要我们追随先知以及圣门弟子。 تثبت على التوحيد، تبقى على التوحيد حتى ولو كنت وحدك. 我们要坚守认拜安拉独一的信仰，即使只有你一个。نعم.